نقول بقى مقادير اول وصفه الكاساديه بالفراخ. ايه بقى معايا؟ نص كيلو من الفراخ متقطعه مكعبات صغيره وتكون اوراك، افضل حاجه عشان تستوي معانا بسرعه وما تاخدش وقت. اللي انا المقادير اللي انا بقولها دي ده مقادير الحشوه بتاعه السندوتش اللي احنا هنعمله، تمام؟ نص كيلو من الفراخ اللي متقطعه مكعبات صغيره، اوراك او صدور، وانا افضل الاوراك، تمام. بصلايه حلوه كده متقطعه مكعبات صغيره، معايا فلفل الوان متقطع مكعبات صغيره، ممكن بدل الفلفل الالوان فلفل اخضر رومي بس مفيش مشكله. طماطم كمان بس مش هنحط كتير، او ممكن نستغنى عن الطماطم، هي الطماطم بيبقى ليها الميه بتاعتها هتعمل طعم حلو في الحشوه، لكن لو زودنا الطماطم قوي هتخلي الساندوتش ماي ماي كده ومش لطيف، فنحط طماطم حبه صغيرين او ما نحطش خالص، تمام. ملح، فلفل اسود، بابريكا، رشه كمون ورشه كزبره ناشفه، ومعانا معلقه صغيره من الثوم البودره والبصل البودره ورشه زعتر برده حاجه خفيفه كده، ومعايا عيش التورتيا او عيش التورتيلا. العيش دوت بيتباع في كل السوبر ماركتس وسهل جدا، واحنا عملناه هنا في البرنامج مليون مره، اللي هو العيش الطري او الرقاق الطري. مش اي حاجه غير دقيق ورشه ملح ورشه سكر وميه دافيه للعجن، وبيتفرد بالزيت، فاحنا عملناه كتير. وطبعا كل الوصفات اللي احنا بنعملها بتنزل على اليوتيوب بتاع قناه النهار، فتقدروا ترجعوا للوصفه وهي سهله جدا زي ما قلت لكم، هي دقيق وملح وسكر وميه دافيه بس، وبنفرد العجينه كور العجين بالزيت بس كده، الوصفه خلصت وخطيره. عايزين نحط هنا بقى طاسه على النار عشان ايه؟ نسوي الحشوه اللي هنعمل فيها كاساديه الفراخ. هنحط هنا زيت وناخد هذه الاسباتولا، وعايزه انزل اول حاجه خالص بالفراخ، عايزاها تنزل ميتها وتتشوح، وبعدين ابتدي احط لها بقى البصل والفلفل الالوان. ننزل كده بالفراخ لسه متقطعه ايه؟ مكعبات صغيره. لو عندك فراخ اصلا بايته وراك مثلا العيال ما اكلوهاش، او صدر فرخه مشوي مش عارفه ايه، اي حاجه من الكلام ده، ممكن تقطعيها وتشوحيها كده زي ما انا هشوحها بالظبط. يعني انا المرحله دي هسوي فيها الفراخ واحط بقيه المكونات. لو انت عندك الفراخ اوريدي مستويه شوحيها بس كده، تصحصح في شويه زيت عقبال ما ايه نضيف باقي المكونات عليها. اهو كده رش لها بس كده رشه خفيفه من الملح والفلفل، ملح وفلفل، وايه نقلب الكلام الحلو ده. عايزه اطمن ان الفراخ كلها استوت واخدت تشويحه حلوه، عشان كده بقول لكم دايما الاوراك ما بتاخدش وقت، وكمان وهي متقطعه صغير كده وبتبقى طريه وجوسي، ما بتبقاش ناشفه زي الصدور. ما اعرفش انا عندي موقف مع الصدور، بحب الوراك. لكن انتوا زي ما انتوا عايزين، كل حد له ذوقه بقى. كده اهو خلاص، بصوا الفراخ خلاص استوت ولا اي حاجه، هوا خلصت على طول. هنحط بقى بصل كده ونقلب الحشوه برده معاها بهذا الشكل الظريف. تبتدي بقى ايه البصل ريحته تطلع تبقى تجنن. معانا الفلفل الالوان نفس الحكايه، نحط كده وندي برده تقليبه. وما زي ما اتفقنا بالنسبه للطماطم، انا مش هحط طماطم كتير، يعني نص طماطمايه كده متقطعه مكعبات مش اكتر من كده، هتعمل لنا طعم من غير ما ايه نحس بانها طريه قوي او ميميه في الساندوتش، تمام كده اهو اهو. عايزين بقى ايه نسيبهم يتشوحوا ونحط التوابل. هنحط البابريكا وهنحط الكمون رشه والكزبره رشه والبصل الباودر والثوم الباودر معلقه صغيره من كل حاجه فيهم، ومعانا الزعتر ممكن نحط برده معلقه صغيره، وطبعا ملح وفلفل، ملح وفلفل، ونقلب الكلام الحلو ده مع بعضه. الريحه فظيعه كده. هي دي الحشوه،
وطبعا طبعا تقدري تغيري اي حاجه فيها او تشيلي حاجه فيها، تحطي حاجه، ينفع نحط زيتون وينفع نحط مشروم، هيبقى ظريف كده اهو. بس كده عايزه بقى هنا معايا طاسه عايزه اسخنها، اللي هي الفلات دي عارفين بتاعت البان كيك، بس ينفع طاسه عاديه برضو ما فيش مشكله، هي بس عشان عندنا في البرنامج فهستخدمها. هنحط لها رشه زيت خفيفه، مسحه زيت كده، عقبال ما تسخن نكون فردنا الساندوتش اهو. ادي عيش التورتيه اهو، عباره عن ايه يا شباب؟ هنقول مثلا 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق عليهم رشه ملح، معلقه صغيره من السكر، وميه دافيه للعجن. وتفضلي ايه، طبعا الدقيق عايزينه دقيق قوي بتاع مخبوزات، تمام؟ هتفضلي تعجني في العجينه لغايه ما تتلم معاكي وتبقى عجينه كتله كده، وتقطعيها كور على قد ايه كل رغيف من دول كور، والكور دي تغمريها بالزيت في طبق وتسيبيها ترتاح ساعه، وبعد كده تاخدي كوره كوره وتفرديها بالزيت، هتلاقيها اتفردت معاكي على النار نار متوسطه في الطاسه، وتقلبي عيش التورتيه هتلاقيه اتعمل معاكي حلو قوي، او هو برضو الرقاق الطري نفس المقادير ونفس الطريقه، تمام؟ عشان يبقى جاهز معاكي العيش الحلو ده. انا خلاص بصوا الحشوه كده ايه عظمه وجاهزه ومية مية. عايزه اجيب معلقه، وهنا عيش التورتيه الحلو ده هنقوم واخدين من الحشوه ونحط بقى هنا كده، نفرد كده بهذا الشكل الظريف. ممكن كمان طبعا نحط لها جبنه، انا هحط لها جبنه برضو معاكم دلوقتي كده، ما نكترش قوي في الحشوه عشان تبقى مظبوطه وحلوه. معايا شويه جبنه بقى ايه موتزاريلا كده، نحط الجبنه كده من فوق، او ممكن كمان جبنه شيدر هتبقى ظريفه قوي. تعالي يا جبنه يا شيدر، واجيبها من الاخر اهو كده بالشكل ده، ونوزعها كده اهو، ونغطيها بواحده كمان من العيش التورتيه اهو. تعالى يا عيش كده، وهاخدها على شكلها اللطيف ده في الطاسه اللي انا دهنتها ايه زيت علشان تاخد لها لون حلو كده. ممكن خلاص بقى نشيل الطاسه بتاعه الحشوه دي، شكرا يا حشوه كده اهو، وكمان كده اهو بالشكل اللطيف ده. بصوا بقى هتبقى ايه تحفه، احلى ساندوتش ولطيف جدا وسهل قوي قوي يا جماعه، هيعجبكم خالص مالص.